Design of the fifth part. تصميم القطعة الخامسة. Crankshaft. العمود المرفقي. نختار المستوي front plane. نرسم دائرة مركزها مركز الإحداثيات. من فيتشر نختار اكسترويد باس، ثم مد بلين بقيمة 30 مليمتر. نختار سطح الاسطوانة الأمامي. ثم نختار اوفسيت لسطح الدائرة بقيمة 3 مليمتر. من فيتشر نختار اكسترويد باس بقيمة 2 مليمتر. نختار السطح الجديد، ثم نختار اوفسيت لسطح الدائرة بقيمة 5 مليمتر. نرسم خط منقط طوله 40 مليمتر. نرسم من نهايته دائرة قطرها 120 مليمتر. نرسم خط شاقولي ثم خط مائل، نحدد طوله 20 مليمتر. ثم نختار ميرور للخط المستقيم والمائل حول الخط المنقط. من تريم نحذف الأجزاء الغير مطلوبة. من فيتشر نختار اكسترويد باس بقيمة 20 مليمتر. نختار المستوي رايت بلين. نرسم خط أفقي ثم شاقولي. نرسم قوس دائري. نضبط أبعاد الشكل. من فيتشر نختار اكسترويد كات، ثم مد بلين ونحدد القيمة بحيث يتجاوز الشكل. من فيتشر نختار فيليت بقيمة 100 مليمتر. نحدد الحافة المبينة. من فيتشر نختار فيليت بقيمة 10 مليمتر. نحدد الحواف المطلوبة. من فيتشر نختار تشامفر بطول 2 مليمتر وزاوية 45 درجة، ونحدد الوجوه المطلوبة. نخلق مستوي موازي للمستوي front plane.
ويبعد عنه مسافة 60 ملم. نختار المستوي الجديد. نرسم خط منقط طوله 40 ملم. نرسم من نهايته دائرة قطرها 45 ملم. من فيتشر نختار اكستلويد باس ثم اب تو سيرفيس ونحدد السطح المائل. نختار السطح الجديد. نرسم دائرة قطرها 30 ملم. من فيتشر نختار اكستلويد باس بقيمة 15 ملم. نختار السطح الجديد. نرسم دائرة قطرها 22 ملم. من فيتشر نختار اكستلويد باس بقيمة 50 ملم. ننشئ مستوي موازي للمستوي توب بلين ويمس السطح الخارجي للمحور السابق. نختار المستوي الجديد. ونرسم ستريت سلات. نجعل الخط المركزي لها شاقولي vertical. نضبط الأبعاد كما هو مبين بالشكل. من فيتشر نختار اكستلويد كات بقيمة 4 ملم. من فيتشر نختار ميرور ونحدد المستوي فرونت بلين ثم الجزء المطلوب. نختار Appearances ثم Metal ثم المادة Chrome ونختار طريقة الإظهار Chromium Blade. نختار السطح المبين. نحدد حافة الدائرة. من Feature نختار Extrude Cut ثم Through All. وبالتالي نكون قد انتهينا من تصميم القطعة الخامسة. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وشكراً.